خليني انا في الختام كمل. نعم بس بقول كلمه، بقول كلمه، بقول كلمه. من متجوزين احنا اللي بيقول. انا بقول كلمه اخر الكلام. لا قلها الحين. والله انا اقول كلمه اخر الكلام. والله ما يطمرك الدور. قلها الحين. يلا قصيده. لا ما هو قصيده. شباب ده الحين يقولون اللي بيطلع اللي بيطلع مو بالرزق واجد. هذا واحد انه ركب له فقير، ركب له في سفينه هو عفشه وكل شيء، وراح معه في السفينه فتقروشه واللي في السفينه منه فوق حذفوه هو وغرابه، حذفوه من السفينه. هم الامواج ودته لين ودته الجزيره. الجزيره تندم قال يا اخي ليه انا حظي كذا، قاعد يعاتب الله يقول ليه يا رب وكذا. هم جلس بنا له كوخ صغير وراح يجمع اغراض كذا. شوي يوم جاء لقى الكوخ شب، قال يا بعد شب الكوخ يا ابنيه واتعب يشب. تندى وانقهر قهر عظيم. هم يشوف سفينه جايه من هناك. يوم وصلوا له قال كيف جيتوني؟ قالوا شفنا ذا الدخان وجيناك منه اللي انت إيه؟ علشانه. قال طيب قال كيف دريتوا ان في جزيره؟ قلنا شفنا سفينه غرقت، فقلنا اكيد هذا احد الناجين في ذي من السفينه. فاقدار الله كلها خير، سواء طلعت بيجيك رزقك لو عند باب بيتك. امور طيبه والله. الله يرضى عنك. طيب في سر والله العظيم.